في فيلسوف لطيف جدا اسمه بنكنشتاين، مش تعرفه هو ولا عنده. بنكنشتاين. يعني عنده مقولة جميلة جدا، بيقول إيه الدنيا حلم ونحن نيام، من حين إلى آخر أحيانا نستيقظ بشكل كافي لكي ندرك أننا نحلم. يعني الديفولت بتاعنا ان احنا في حالة هيبنوسس، حالة تنويم مغناطيسي اوتوميتد، فين وفين ممكن واحد يصحى ايه ده انا كنت بحلم ويرجع تاني في الحال. يعني فدورنا ان احنا الحكاية ان احنا نحاول ان احنا وده جمال الابداع بقى، ان هو يعمل لك هزة كده احتمال يصحيك فيها. أروى إريك ونرجع ننام تاني عادي. هو يعني نحاول نقيم مثلا ان احنا الفترة اللي احنا نفضل صحيين فيها تبقى اطول وقت ممكنة. احمد زكي مثلا الفنان العبقري الله يرحمه كان يعني لما بيجي بيمثل بيتقمص الشخصية جدا، اللبس بقى في البواب مثلا، لبس البواب والعمة والبتاع واللهجة الصعيدي والثقافة بتاعته كده. فبعد مثلا الشوتينج اللي كان بيعملوه فخلاص بياخد بريك، فهو قاعد بنفس اللبس، فحد تاني من مثلا من جايين يسلموا عليه او زمايله او كده بيكلموا بنفس اللهجة، right؟ هو متقمص مازال البواب بيتكلم باللهجة الصعيدي برضو، right؟ فين وفين بقى، وده كانت كاركتر معروفة عن أحمد زكي، يعني فين وفين ما ينتبه ويبدأ ده أحمد زكي، right؟ فهي دي الفكرة، احنا ما نسترد الذاكرة بتاعت our truth خلاص، ده النور بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لكن أغلبنا متوحد بـ identity معينة، أحمد عثمان، إريك، أروى، alright، functioning. In between big glimpse ان في انا واخده بالي من ارو، لا طب امال انا مين بقى، انا ده اريك، الله امال انا مين، وانا اريك وارجع تاني على طول. يعني هي دي اللي كان بنكنشتاين بيشاور عليها، ودي اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل للناس الحقيقه، وكل الاديان وكل الاساطير وكل الحكماء كلهم عايزين يوصلوا للناس يعني wake up.